يشكل معرض أبو ظبي الدولي للكتاب منبرا أدبيا بارزا يجتمع فيه سنويا أقطاب صناعة النشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويزوره ما يزيد على 150 ألف زائر. وفي كل عام يتدفق المحترفون الأدبيون من جميع أنحاء العالم إلى 12 قاعة عرض على أحدث طراز، لتصبح أبو ظبي مركزا للسوق الأدبية العالمية لبحث مفاوضات الحقوق الفكرية وصفقات الترخيص وغير ذلك. في قلب العاصمة الإماراتية أبو ظبي انطلق معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في نسخته 31، وهو احتفال أدبي سنوي ضخم يستقطب أكثر من 150 ألف زائر، يقصده عشاق الكتب وعشاق التكنولوجيا للاستمتاع بجلسات ديناميكية مع متحدثين مشهورين عالميا وعروض تقنية. المعرض الدولي للكتاب والذي ينظمه مركز أبو ظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، تستمر فعالياته حتى 29 من مايو الحالي بمشاركة نوعية من 1130 ناشراً من أكثر من 80 دولة، يترافق حضورهم مع أكثر من 450 فعالية ثقافية ومعرفية وإبداعية وأنشطة تفاعلية تستهدف مختلف فئات المجتمع. هذا واختار معرض أبو ظبي الدولي للكتاب عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين الشخصية المحورية لدورته 31، حيث كان الرجل الذي فقد بصره في سنوات حياته الأولى صاحب بصيرة تجلى بنورها نتاج لطالما أثريت به العقول وانشغلت بأثره القلوب والأفهام في مختلف أنحاء الوطن العربي. وينظم معرض أبو ظبي الدولي للكتاب هذا العام بنمط هجين يجمع بين صيغتين الواقعية والافتراضية بحضور قرابة 280 عارضا على أرض المعرض، وبإمكان عشاق الأدب والمعرفة الحضور واختيار كتبهم من قائمة من أبرز العناوين المختارة بعناية.